مرحبا متابعين الحلوين، هلا اليوم بدي اعمل عجة بقدونس وعجة بطاطا وان شاء الله بتعجبكم. يلا نشوف المقادير. وهلا طريقة التحضير، بدنا نحط هاي بقتين بقدونس، وهي 4 بصل، وهي 8 بيض من بيضات، وعندي هون كزبرة معلقة صغيرة، هاي المعلقة شوفوها، معلقة كمون صغيرة، معلقة فليفلة صغيرة، ومعلقة بهار كمان صغيرة، معلقة ملح صغيرة، وهي توم كمان حيطط له ملح، أنا لكلش حطيت بها معلقة صغيرة ملح لأني حاطة للتوم ملح، هي مع توم راس واحد طبعا، ونص معلقة هي نصها كربونات، وتنتين طحين، معلقتين طحين بهي المعلقة لك تبعت الأكل يعني. وهلا نبلش الخطوات خطوة خطوة. هلا أول شي بدنا ننزل البصل طبعا مفروم ناعم، ايوه، وهي الكمون بدنا نحطه، والكزبرة والفليفلة والبهار والملح والثوم والكربونات. هلا بنخلطهم هيك كلياتهم مع بعض هيك لحتى ينخلط كلياتهم سوا، بعدين نضيف البيض شوي شوي. هلا بعد ما خلطناهم منيح بدنا نفقي البيض. هلا بعد ما فقينا البيض كلياتهم بدنا نخفقه منيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بدي اقول لكم ملاحظة، هلا الباقات البقدونس ايام تجي باقة كبيرة ايام باقة صغيرة. هلا اذا انا هلا حطيت انا باقتين بس متوسطات يعني الحجم، هلا هيك منيح كتير منيح، انا ما راح اضيف له بيض لاني انا بدي اياه سميكه ما بدي اياه مريقه. هلا بالاخر بدنا نحط الطحين، خلطه منيح وبنتركه 10 دقائق وبعدين بنكمل نقلي. فرجيكم مرحله القلي. وهلا بدي افرجيكم عجه البطاطا كتير طيبه ولذيذه. وهلا هاي كيلو بطاطا و5 بيضات و2 بصل وراس توم، معلقة صغيرة بهار، معلقة صغيرة فليفلة، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة طحين، طحين الجاتو، طحين هيك يعني معجنات. وهلا نبلش بالطريقة. أول شي بنحط الثوم والبصل، وبنحط البهارات، الملح، فليفلة حسب شلون بدكم، بدكم اياها حدة بتحط كتروا الفليفلة، هي يعني طيبة حدة بس مشان الاولاد صغار ما بكتر انا. وهي الطحين المعلقة، هلا بدنا نحط البيضات. هلا عجة البطاطا انا راح احط لها هدول ال5 بيضات، اذا لقيتهم ما كفوا برجع بضيف عليهم. انا هيك عم بفرجيكم بس طريقة انا. هلا بس اخلص رح اسجلكم اخر شي العيارات طبعا، بس انا هلا اشوف هي حطيت 5، هلا ببين معي لاني في بطاطا اوقات بتغب في منها ما بتغب على السوا. يلا بسم الله.
هلا انا قصدا الله يعني بيت قللته شوي، ما حطيت لكم، كترت بزياده مشان تمشوا معي خطوه خطوه، لان هي انتم يعني احساسا بتحسوا فيها انه كفيه بيض. هلا طلعوا، بس انا مشان اعلمكم طريقتها، يعني كثير ما كثير عالم ما بيعرفوا عجه البطاطا. يعني هلا هيك شوفوا تحسيها ناشفه لاني بيض قليل، بدي احط لها تنتين كمان. فرجيكم والله هاي وحدة، وهي الثانية، نخلطهم منيح، والملح حسب الرغبة كمان انتم تشوفوا ملحة يعني طبعا بتذوقوا، ذوقوها وتشوفوا. هلا هيك انا حيسستها كتير منيحة، شوفوا صار يعني البيض تحسي هيك تعبى يعني هون، مو انه تحسي ناشف. شوفوا مثلا بدي احط هالشوي، انا بحط اذا بدك تحمل كمان، بس انت على كيفك، انت يعني انت ورغبتك، شلون ترغبي شلون بتحبي. هلا هيك حاج ومفرجيكم مرحله القلي، وانا هلا حطيت الزيت خليته يحمى، فرجيكم شو قد حطيت زيت، كميه قليله بارضيه الطواي طبعا. هلا بدي ابلش احط، انا هلا يعني هلا لو كان نحن بسوريا كان عندي طوايتر تبعت العجة، بيعرف العجة بيعرف طوايات العجة، هون ما عندي، بس عشان ما نحرم الاولاد العجة عم بقليها بهي والله، وعم تنجح فرجة. بنحط هيك معلقة معلقة يعني، هلا بفرجيكم طريقتها ان شاء الله بتساووها وبتنجح معكم. كتير طيبة، ما اطيب هي جنبها كاتشب، حطوا جنبها كاتشب تاكلوا كتير طيبة، تبلوا بالكاتشب الاولاد بلفوا لفات، انا اولادي كتير حبوها. الغاز طبعا وسط، نقلبها هيك بنطلع، بدها شوي صغيرة. هلا بنعملها هيك، بدها نقرة صغيرة بس، ريحتها طبعا كتير طيبة، بلشت تطلع ريحتها كتير طيبة ريحتها، جربوها. هلا هيك صار تحتها، بدنا نعملها هيك نقلبها هيك، ننقلها نجي على هيك كمان بنطلع بنشوف هي كويسه كمان تحتها شقره، كمان شقره كمان نقلبها هيك كمان بالهي، اكيد شقرت لاني مثل تبع بدي اخواتي. لو هلا هي شوي ما كثير بنرجع بنعيد عليها قلبناها، لاني هلا هيك بنكفي للاخير. هلا عم فرجيكم نصها بعد ما سويت نصها، كل ما نقص الزيت بنزيدها شوي طبعا للاخير لحتى نخلص. وبعد ما خلصنا من قلي البطاطا هلا بدنا نقلي العجه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا لفت انا الطواي حطيت زيت نظيف كمان. نحرك، تحركوا وبتكتوا عشان ما يطلع بس انه بيض من دون بقدونس. يا حبايبي، وهي خلصت العجة ببطاطا والعجة ببقدونس، وحطيت جنبها مخلل وكاتشب، وبدي اروب لبن كمان جنبها. طبعا اللي بده سلطه شيء اختياري، سلطه انا بحب جنبها لبن، وان شاء الله بتعجبكم بتجربوها وبتدعوا لي، ولا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يجيكم كل شيء جديد بعمله، وسلام.